المكتب الوطني للسلامة الصحية في إطار استراتيجية التواصلية ديالو مع المهنيين في القطاع الفلاحي وكذلك الشركاء ديالو، كينظم هذا اليوم الدراسي اللي تختار له كشعار يعني حماية الرصيد النباتي الأسس القانونية، وخصوصا القوانين الثلاثة، قانون 76/17 الخاص بحماية النباتات، والقانون 34/18 الخاص بتسويق منتجات حماية النباتات وكذلك إلزامية سجل وقاية النباتات حماية النبات اللي هو مهم باش يمكن يعني الفلاحة يديروا يعني يتبعوا المنتوج ديالهم من ضيعة، وكذلك يمكن من تسويق منتوج سليم، لأن ملي كنديروا هذاك السجل ديال حماية النباتات على مستوى الضيعة فتيمكننا من تتبع مسار ذاك المنتوج من الضيعة حتى يوصل للمستهلك، وكذلك جميع الإجراءات اللي قام بها الفلاح في الضيعة سواء من مبيدات أو من مواد أو من مياه سقي أو بذور أو ما يعني جميع المدخلات اللي قام بها الفلاح باش المنتوج النهائي يكون مراقب بكيفية جيدة، ويمكننا نتبعوا المسار ديالو ملي كيوصل المنتوج يعني للسوق كنقدروا نعرفوا المسار ديالو من الضيعه حتى وصل للمستهلك. هذا لقاء تحسيسي لاطلاع المهنيين على ضروره والزاميه توفر الضيعات الفلاحيه على سجل حمايه النباتات، وهذا الشيء تندرج في اطار التدبير الامثل لوقايه النباتات وكذلك للمخزون الصيدلي، وهذا الشيء تيجي في اطار التنزيل ديال يعني استراتيجيات الجيل الاخضر. وهذه المجهودات كلها راه تتجاوب من جهه مع يعني الشروط ديال الجوده والمعايير المطلوبه من طرف الدول المستورده من جهه، واللي هي خلات بلادنا اليوم بفضل المجهودات ديال المنتجين أن بلادنا تتوقع في المجالات المرتبطة بالتشارك والتبادل كشريك قوي مستدام وذو مصداقية، ومن جهة كذلك تتجاوب كذلك مع مطالب المجتمع المدني اللي يطلب كذلك حتى هو باش يكون واحد المسار تتبع مضبوط للمنتجات الفلاحية، وهذا الشيء كله تندرج في الرفع من القدرات الإنتاجية والتنافسية والجودة ديال الإنتاج الوطني ديال بلادنا في إطار استراتيجيات الجيل الأخضر. لابد اليوم أن ننويه بهذا اليوم التحسيسي اللي كتنظموا مصالح ديال المكتب الوطني للسلامة الصحية، وأن ننويه بهذه الترسانة القانونية اللي دارت من أجل حماية الرصيد النباتي للمملكة. هذا الرصيد النباتي اللي كيتعرض لمجموعه ديال المخاطر، فيها مخاطر اللي هي طبيعيه وكاين مخاطر اللي كيتسبب بها البشر. حنا اليوم على كنشهدوا سنوات ديال الجفاف اللي قضات على مجموعه ديال الاصناف النباتيه في المغرب، خصوصا النباتات الغابويه، وكاين مجموعه ديال الامور اخرى اللي كتهدد الرصيد النباتي، سواء الممارسات اللي كيقوموا بها واحد المجموعه ديال الفلاحه في استعمال ديال المبيدات، سواء الافات الاخرى الطبيعيه اللي كتهدد يعني هذه النباتات هذه. ولا ما نضناش وحدنا الجهود يعني كفلاحه يعني وكمسؤولين وكاداره من اجل اننا نحميو هذا الرصيد الوطني ديالنا، صراحه غادي نفقدوه وما باقيش غادي نلقاوه. لذا هذا اليوم التحسيسي اللي دار اليوم يعني في محله، وجاء استجابة لواحد المجموعة ديال المطالب سواء ديال المهنيين سواء ديال المجتمع المدني، فأننا كمواطن ولا كمستهلك أنه بغى واحد المنتوج اللي هو كيحترم واحد المجموعة ديال 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 يعني ديال المعايير ديال شروط السلامة الصحية، يعني كمستهلك أنه توفر لهذا يعني هذا المنتوج هذا يعني في المتناول ديالو. هذا اليوم التحسيسي جاء الإجابة أو الاستجابة للمطالب ديال المواطنين، يعني هذا من ناحيه اخرى كنحسسوا الفلاحه بالضروره ديال الاحترام ديال شروط السلامه الصحيه، لان واحد المجموعه ديال الفلاحه الله يهديهم يعني كيستعملوا واحد المجموعه ديال المبيدات اللي هي غير مرخصه، او لا كيستعملوا واحد المجموعه ديال المبيدات واحد المجموعه ديال الفلاحات اللي هي لا تتناسب معها، وبالتالي هذا في حد ذاته تكوين وفي حد ذاته يعني
تبادل ديال 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 المعارف او تصحيح ديال المعارف وتصحيح ديال المفاهيم اللي غادي يخلي انه الفلاح يكون قادر انه يعني يتبع هذه التوصيات اللي كتجي بها المصالح ديال 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 الوزاره ولا المصالح ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه من اجل واحد المنتوج اللي هو جيد وذو جوده عاليه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.